لم يزر المملكة منذ حوالي 6 سنوات، والآن يصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى المغرب مرة أخرى تلبية لدعوة من الملك محمد السادس، وهي الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين من أجل توطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين، كما جاء في بيان ودي صادر عن وزارة القصور الملكية. أهداف الزيارة إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية بين البلدين بعد تأزم العلاقات الذي استمر ل3 سنوات، لكن المسار الدبلوماسي ظل قائما، وذلك لقوة العلاقة التي تحتفظ بها فرنسا والمغرب، حيث يعتبر المغرب شريكا تجاريا مقربا من فرنسا والاتحاد الأوروبي، وأيضا بوابة إفريقيا الآمنة والمستقرة. زيارة يراقبها الأعداء قبل الأصدقاء، لذلك بعت الإليزي برسائل إلى من يهمه الأمر، وجعل من اصطحابه وفدا إعلاميا ضخما من يوصل الرسالة المشفرة، حيث غادرت أمس طائرة تضم 27 شخصا متوجها إلى الرباط، وطائرة ثانية تضم وفدا اقتصاديا ودبلوماسيا وثقافيا. خلال هذه الزيارة سيتم إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات في مجال الشباب، التكامل المهني، التدريب والتشغيل، والتنمية الاقتصادية، القدرة التنافسية الإقليمية اللامركزية، والتنقل، إضافة إلى المناخ والبيئة. العلاقات الثقافية الثنائية بين فرنسا والمغرب أيضا حاضرة في هذه الاتفاقيات، ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الدبلوماسية التي تعتبر من أقدم العلاقات والممتدة من القرن 14. مكافحة الهجرة غير النظامية على رأس المشاكل التي تعانيها أوروبا، لا سيما فرنسا. وفيما يتعلق بالهجرة، يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه استئناف النقاشات بروح الحوار لتسهيل ترحيل المغاربة الذين صدرت في حقهم قرارات طرد من فرنسا. الرئيس الفرنسي ومن خلال زيارته للمغرب يطمح إلى توقيع اتفاقيات وعقود تجارية تصل قيمتها إلى 3 ملايير يورو، حيث سيتم التوقيع خلال هذه الزيارة مع مجموعة إيرباص صفقة لشراء أسطول من المروحيات الهجومية متعددة المهام من طراز كاراكال لتعزيز قدرته الدفاعية. العدد الأكبر من مروحيات كاراكال ستكون للقوات المسلحة الملكية وأخرى للدرك الملكي، وتستخدم المروحيات القتالية في مهام البحث والإنقاذ والنقل والهجوم أو حتى للقوات الخاصة. كما سيتم التوقيع على تبادل الخبرات والتدريب والتعاون الأمني بين البلدين. فرنسا أيضا أعدت مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تسعى لإقامتها في منطقة الصحراء المغربية، على سبيل المثال قطاع الطاقة، تقنيات تحلية الماء، مشاريع البنية التحتية كتوسيع الموانئ والمطارات. الشراكة مهمة لفرنسا لأنه بسبب انسحابها من منطقة الساحل الإفريقي أصابها ضعف سياسي واقتصادي، والآن يثبت المغرب أنه شريك موثوق للاقتصاد الفرنسي من خلال هذه المصالحة الكبرى. الشراكة أيضا مهمة للمغرب الذي يتطلع إلى عالم يسوده العدل والسلام والتقدم على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، في عالم يعاني من ويلات الحروب والأزمات الاقتصادية.